الجماعات المسلحة، التهريب، المخدرات، جرائم المعلوماتية، الإتجار بالبشر، الخطف، التزوير والكثير الكثير من القضايا الأمنية محور اهتمام الإعلام. ودور الإعلام بالتأكيد ليس فقط نقل الخبر، لا بل يجب أن يكون الباحث والمتقصي والكاشف للخلفيات والدوافع والمراقب أيضاً لكيفية معالجة الحدث من قبل الأجهزة الأمنية باحترافية وموضوعية وحيادية واستقلالية. نحن واجباتنا مش بس نكون عم ننقل الرواية الأمنية، لازم يكون واجباتنا نعمل الرقابة على القطاع الأمني وعلى أداء مقدمي الخدمات الأمنية وفق المبادئ الأساسية التي تحكم عمل مقدمي الخدمات الأمنية، واللي هي على أساسها منقوم بعملية الرقابة. طبعا اليوم احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون وطبعا موضوع الشفافية هن أمر أساسي يجب على مقدمي الخدمات الأمنية التزام فيهم، وبالتالي الصحافة اللبنانية لازم تقوم بعملية هيدي الرقابة يعني ممارسة هذا الدور اللي بنمارسه عادة على كل القطاعات الأخرى. حماية الصحفي قانونيا وجسديا وحماية مصادره لابد من تكريسها عموما وفي تغطية القضايا الأمنية الحساسة خصوصا. قانون المطبوعات اللبناني حدد بعض أطر حماية الصحفي، أما دوليا فما من قانون مخصص لحماية الصحفيين على وجه التحديد. بالشق القانون الدول الإنسان اللي هو القانون الخاص بالنزاعات، الصحفيين هنا ما عندهم حماية خاصة فيهم. يعني الصحفيين إذا كانوا صحفيين مستقلين اللي هن مثلنا، يعني هن من قبل وسائل إعلامية، هدول يعملوا معاملة المدنيين اللي هن يعني ما لا يجوز تعذيبهم ولا يجوز الإساءة لهم، وطبعا يعني عدة اعتبارات. وفي الصحفيين الحربيين والصحفيين الملحقين اللي هن هودي في ممكن يعاملوا معاملة أسر الحرب اللي إذا تم اعتقالهم، يعني الأسر الاعتقال ولاحقا التفاوض على أساسهم لإعادتهم، ولكنهم لا يحاكموا. بشكل عام هل الصحافة يحظى بحماية خاصة؟ لا، ما في حماية خاصة للصحافة كصحافة وكمهنة وكشارة مخصصة له. التدريب على التغطية الإعلامية لقطاع الأمن في لبنان جد أساسي وضروري لتطوير مهارات الصحفي في التقارير والتغطيات المتعلقة بالقضايا الأمنية، وأيضا تعزيز الثقة والتعاون بين الإعلام والقطاع الأمني، خصوصا أن هذه الموضوعات حساسة جدا ويتعاطى معها الإعلام بحذر. تدريب التغطية الإعلامية للقضايا الأمنية إجا من بعد عمل دراسة بهالإطار، والدراسة أكدت على أهمية بناء قدرات الصحفيين على تغطية القضايا الأمنية، لأنه شفنا أنه من خلال رصد التقارير الأمنية بالتلفزيونات لمدة شهر تبين أنه في 251 تقرير كان بصلب القضايا الأمنية، ومش كلهم بيتضمنوا المعايير المهنية بهالإطار. وبالتالي عم تعمل مؤسسة مهارات مع الشركاء والداعمين لها بهالإطار للتعزيز، إذا بدنا نقول، التغطية الحساسة للقضايا الأمنية بشكل مهني. في المحصلة، تغطية الأحداث الأمنية إعلامياً متعدد الأوجه والأهداف، ولعل من أهمها الإسهام بفاعلية في توعية المجتمع وحمايته من الجرائم عموماً ومواجهة أخطار جرائم العصر تحديداً.